سمر خويا مرحبا بك. بيك عايشك. دي زيرو ماذا ماتش ثيل يذول لي كان من شغالة أميكال. حابين نعرفوا الاناليز نتاعكم في الستاج هذا اون جينيرال كيفاش يعني الايجابيات والسلبيات الستاج هذا. والله هو ايجابي يعني بصفه عامه التربص هذا كان ايجابي واستفدنا فيه كثير يعني وعملنا ثلاثه مقابلات وديه كانت بالنسبه لي احنا شفنا فيها المستوى نتاع المجموعه كل وقدرنا باش نقيموا انه اللاعبين امكانياتهم الفنيه باش تعطينا فكره ان شاء الله للمرحله المقبله انه باش نبداو البطوله على احسن وجه ونحاولوا باش يعني نرفعوا المستوى في الايامات القادمه ان شاء الله. فيزيكمون الاولاد والله ماك تعرف بالنسبه فما تحسن يعني من مرحله لمرحله قاعدين نتحسنوا فما خدموا في عملنا تربصين يعني التربص هذا دام 10 ايام التربص اللي قبله دام 5 ايام حاولنا باش نخدموا الجانب البدني الجانب التكتيكي والفني حاولنا زادة باش نخلقوا لحمه في المجموعه لانه تعرف عده لاعبين جايين من يعني من اماكن مختلفه نحاولوا باش نقاو اللحمه هذه في عامة كان هذا تربص يعني مجدي وعطاه ثماره حتى في المقابلات الأخرى اللي لعبناها هذه حتى مع حمام سوسة حسينا فما تحسن في الأداء. كارل ماركس والله كارل ماركس عنده إمكانيات بقى تأقلمه هو تأقلمه يلزم شوية وقت فهمت نحاولوا يعطيك الصحة نفسانيا كيف تعرف لاتاكون يعني المركز نتاعو حساس فلذا يلزم نصبروا عليه اللاعب هذا يحاول اليوم سجل هو ويعني كنا يعني فرحنا انه التسجيل الهدف نتاعو باش يعطيه دفعه اخرى شحنه معنويه اللي تخليه في قادم الايام ان شاء الله يبرز اكثر وينجم يعطينا الاضافه. بارك الله فيك سمر. شكرا. مرحبا بك.